بصمات لن يمسحها التاريخ، وسيدونها المؤرخين بأن جمهورية إيران الإسلامية، وفي ظل ذروة معركة طوفان الأقصى، أدبت الكيان الغاصب بضربة صاروخية شهد لها القاصي والداني على صدق أفعالها. غادرنا إبراهيم رئيسي، ولكن لم تغادر بصماته، ونحن على عهد جمهورية إيران الإسلامية التي هي من الدول المتقدمة في دعم القضية الفلسطينية بالمال والسلاح والخبرات، حتى يكتمل الحلم ونرفع صورة الشهيد المرحوم إبراهيم رئيسي على أسوار المسجد الأقصى. دعوا كاميرا أصيل تتجول في أرجاء محافظة خان يونس لنستطلع معاً ما هي ردة فعل الشارع الفلسطيني للخبر المؤسف باستشهاد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. أسأل الله أنه يجي رئيس يكون داعم للقضية الفلسطينية كإبراهيم رئيسي. أنا بالنسبة للرئيس الإيراني الله يرحمه، يعني راجل داعم وواقف مع الشعب الفلسطيني دائماً باستمرار. أنا زعلنا كثير على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لأنه كان يدعم المقاومة والقضية الفلسطينية، كان يدعم أطفال غزة وبناصرنا وبناصر القضية الفلسطينية. قبله بالجنة. انسى أنه ضاعت تل أبيب كرمال شعب غزة. من أصعب المواقف بأن تفتقد في لحظة جبل شامخ كان سنداً ونصيراً لقضية فلسطين. فلسطين اليوم افتقدت ركناً أساسياً من أركانها بوفاة الرئيس المرحوم إبراهيم رئيسي، نصير المظلومين وداعم المجاهدين وباعث الأمل في التحرير. بثينة حرارة لبرنامج سنصلي في القدس، قناة أصيل. شكرا لزميلة بثينة حرارة من غزة على هذا التقرير. السلام عليكم إخواننا في الإنسانية أينما كنتم، ورحمة الله، سلام الشهداء السعداء، السلام عليكم أيها الشهداء، يا من صدقوا ما عاهدوا الله عليه في فلسطين، في إيران، في كل ساحات الشرف. أشهد أن دماء الشهداء الطاهر سر من أسرار الله وآية من آيات هذا العالم. فسلام عليكم يوم ولدتم ويوم استشهدتم ويوم تبعثون. السلام على فقيد المستضعفين، فقيد أرض الصبر والجهاد والمقاومة فلسطين. الكثير منا مشاهدين بعد حادثة استشهاد السيد رئيسي ومن ثم جنازته المهيبة، لفته نموذج إيران الإسلامية، نموذج المستضعفين والفقراء الذين صنعوا دولة قيمية بديمقراطية شعبية عز نظيرها تتبنى قضية فلسطين لإرجاع الحق إلى أصحابه مهما طال الزمن. والمسؤولون في هذه الدولة الكريمة ربوا أنفسهم بأخلاق محمد وعلي والخلفاء الراشدين. أما السيد رئيسي خادم الشعب فحدث ولا حرج، الفقير الذي فقد أباه في الخامسة من عمره، ولم تكن عائلة السيد رئيسي تتمكن من شراء كيلو من اللحم دفعة واحدة. تنطبق عليه مقولة إن الفقر يمكن أن يجعلك حزينا، ولكنه يصنع من الاستثنائيين حكماء ومصلحين. فقد صمد في وجه اليتم والبؤس، واستطاع أن يمخر عباب المعاناة بزورق العلم. هو تلميذ المرحوم آية الله المرعش النجفي، الذي ورث للإنسانية أكبر مكتبة في إيران والثالثة عالميا وأكبر مكتبة شخصية في العالم. ويكفي أن نرى بيته وبيت والديه كأبسط بيت لمواطن إيراني. شيعه مشاهدون وأنا في الجمهورية الإسلامية وشاهدت بعيني الملايين، التقديرات 25 مليونا حضروا لإلقاء نظرة الوداع، ليكون استفتاء على شرعية نظام يحاصره العالم المستكبر الصامت على إبادة أطفال ونساء غزة. رحمك الله
يا صديق فلسطين الوفي، أنت يا سيدي منذ زمن قد وصلت إلى الله، لم يكن ينقصك إلا أن تغمض عينيك، وكل العزاء للفقراء والمظلومين الذين حمل هذا الرجل صوتهم كل حياته، ولكم أنتم مشاهدين عظيم الأجر. خالص التعازي والمواساة للشعب الإسلامي الإيراني الشقيق الحبيب العزيز في مصابه المفاجئ الصادم الأليم في وفاة السيد الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد الإيراني الرفيع المستوى المرافق لسيادته في مصابهم الأليم أول أمس، رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته، وعن نفسي وعن مؤسسة الأزهر الشريف فردا فردا نتقدم بخالص العزاء وبخالص التضامن والمواساة للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية وللمرجعية الإيرانية في مصابهم الجليل، في مصابهم الأليم، في مصابهم العظيم، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الجمهورية الإيرانية الإسلامية وسائر بلاد المسلمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أشكر فضيلة الشيخ أسامة الجمال وهو عضو لجنة فتوى في الأزهر الشريف، الذي الشيخ أسامة كان عندما كان خبر تعرض مروحية السيد رئيسي لحادث، كأنه واحد من أبناء الشعب الإيراني، هو زار إيران من قبل واطلع على التجربة الإسلامية في إيران والتجربة العلمية الزاخرة في العلوم الشرعية، وكان متأثرا جدا، وقال لي أوصل هذه المشاركة للشعب الإيراني ولكل محبي هذا السيد الكريم المتواضع الشهيد رئيسي رحمة الله عليه. طبعا يصلنا خبر وفاة والدة السيد حسن نصر الله في هذه الأثناء، قبل ساعات أسلمت الروح لبارئها. اليوم يصادف 25 أيار ذكرى تحرير جنوب لبنان، وسبحان الله، يعني المولى سبحانه وتعالى أراد ربما أن يقبض روح هذه السيدة الكريمة، هذا الرحم الطاهر الذي أنجب لنا هذا العظيم، هذا النصير للحق، هذا البصير، هذا الذي ترعب كلماته وأحاديثه وخطاباته، وقبل كل ذلك أفعاله في الميدان ترعب بني صهيون، واليوم تمثل بيضة القبان في ردع الصهيوني وتخفيف عدوانه حد الإمكان عن أهلنا في فلسطين المحتلة. رحمة الله على الأم التي أنجبت السيد حسن نصر الله. وطبعا في عيد المقاومة والتحرير لابد لنا أن نشير إلى هذا الحدث التاريخي، أول نصر حقيقي وكامل للحق على الباطل.
لحظة مفصلية في تاريخ البشر مهدت لكل هذا الاقتدار للمقاومة الفلسطينية. كان الانتصار الذي أسقط الصهاينة وعملائهم في جنوب لبنان عام 2000، لم تمر أشهر قليلة حتى انطلقت انتفاضة الأقصى التي هزت الكيان وانتقلت إلى العمل المسلح والعمليات الاستشهادية ضد الكيان الغاصب، وصولا إلى اندحاره من قطاع غزة وانسحابه الكامل ليكون النصر الثاني، ويؤكد أنه لا بديل عن المقاومة. طبعا هذا الانتصار الكبير هو الذي أسقط وبكل ما تعني هذه الكلمة من معنى شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات. عندنا تجربة اجتماعية، ما زلنا طبعا في حديث حول فقيد فلسطين سماحة آية الله السيد رئيسي رحمة الله عليه، أول رئيس يلقى الله وفي صحيفة أعماله أنه أمر بقصف الكيان قصفا مباشرا حقيقيا، صنع ما لم أو ربما عادلت هذه الضربة كل العمل المقاوم منذ بداية هذا الصراع ضد الكيان الإسرائيلي. نعم، يلقى الله بهذا الأمر الكبير والاستثنائي. أيضا هو الذي حمل القرآن في يد وحمل مظلومية فلسطين في يد. هذا هو السيد رئيسي، هذا الإنسان الرباني المتواضع. إخواننا في غزة في فريق قناة أصيل أخرجوا هيك مقطع للسيد رئيسي من القمة العربية عندما اشتد تأثره وهو يتحدث عن أطفال فلسطين، وعرضوه على نازحين من الناس العاديين في غزة وقالوا لهم انظروا لروحية هذا السيد الذي استشهد من خلال سقوط هذه المروحية. فكانت بعض الردود العفوية، خلينا أيضا نشاهدها، كانت من شمال قطاع غزة. چهره‌های خون آغشته شما و بدن‌های تکه تکه شما، استخوان‌های خرد شده شما زیر آوار بمب‌های امریکایی فریاد می‌زند که ما ایستاده‌ایم. سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. ان هذا مصاب عظيم، مصاب جلل، وعزاؤنا للشعب الايراني، واننا واثقون على انهم سوف يمضون على نهجه وعلى طريقه، وان العزه للاسلام والنصر للمسلمين، والله غالب على امره، في ذمه الله يا رئيس. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند. ونسأل الله العزيز العلي القدير أن يتقدمهم مع الشهداء، وأن يجمع على قلوبكم، وأن يعوضكم عوضا خيرا، ويعوض الأمة الإسلامية عوضا خيرا في هذا الزعيم الراحل. سلام فرزندان عزیزم در غزه. من وسط الركام ومن قلب غزة المحاصرة المنكوبات، نتقدم بحر التعازي والمواساة إلى أهلنا في جمهورية إيران الإسلامية. سلام بر شما که امروز با ایستادگی در مقابل مجهزترین ارتشهای دنیا و پستترین افراد روی زمین مقاومت را برای ما معنا کردید. بأسماء آيات الفخر والاعتزاز ننعي الشهيد القائد والثلة التي كانت مع ترافقه الرئيس الإيراني، رجل يدعم القضية الفلسطينية بالمال والسلاح، رحمة الله عليه. نعز الشعب الإيراني، خسارة مش لإيران لحالها، خسارة للشعب الفلسطيني قبل إيران، رحمة الله عليه. سلام بر شما که با دستان کوچکتان و بدنهای نحیفتان
درندگی وحشیگری صهیونیست‌های اشغالگر را به تصویر کشید. چهره‌های خون آغشته شما و بدن‌های تکه تکه شما، استخوان‌های خرد شده شما زیر آوار بمب‌های امریکایی فریاد می‌زند که ما ایستاده‌ایم. من قلب غزه المحاصره، من قلب غزه المدمره، نبرق بالتحيه الى اخواننا في ايران، ونعزي الشعب الايراني في وفاه الرئيس الايراني، عظم الله اجره. شكر الله سعيكم على هذه المشاعر. أنتم يا أهلنا الصامدين الصابرين في قطاع غزة وفي كل أنحاء أراضينا المحتلة. ينضم إلينا الأستاذ أحمد الصباهي، الإعلامي والكاتب والمثقف الفلسطيني. أستاذ أحمد، مساك الله بالخير أخي العزيز. أهلا بكم وشكرا على الاستضافة. الله يحييك أستاذ أحمد. شهدنا في هذه التجربة الاجتماعية كيف بفطرتهم أعزائنا وأحبابنا في غزة، هؤلاء العاضين على الجراح الصابرين الذين قدموا كل وجودهم في سبيل مقدساتنا وفي سبيل يعني الإثخان في هذا العدو الظالم المتكبر المتجبر، كيف تفسر وتحلل هذه العلاقة العاطفية بين شعبنا الفلسطيني وشعوره مع ووفائه لأصدقائه الأوفياء في الجمهورية الإسلامية في كل ساحات الإسناد؟ تفضل. أهلا بكم زميلي العزيز. أنا طبعا أشاهد قبل قليل طبعا هذه التصاريح التي صدرت من القلب من أهالي غزة، مشاعر فياضة تجاه الرئيس الإيراني رحمه الله تعالى ووزير خارجيته والوفد المرافق. بالتأكيد الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها وفي ظل هذه كل هذه الجرائم المرتكبة أمام العالم، هو معني بكل من يقف مع نضاله مع مقاومته، يقف ويندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأة ومسمع من العالم. وبالتالي إيران هي جزء أصيل في هذا الإطار، وليس الآن بل منذ سنوات، منذ العام 1979 منذ انطلاق الثورة الإسلامية فيها. وبالتالي كان وقع خبر يعني ارتقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان وقعا يعني مفاجئا بالدرجة الأولى. ثانيا، حتى الآن ربما على المستوى الشخصي وعلى مستوى الكثير من الزملاء والأصدقاء ما زلنا حتى الآن نحاول أن نستوعب ما جرى، بالرغم أنه الإنسان مقدر له أن يموت وهذا قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، إلا أن يعني كان خبرا صادما. الحقيقة يعني أفعال، باعتقادي أفعال الرئيس الإيراني تتحدث عن نفسها، وإن كان لم يكمل بعد ولايته في سدة الرئاسة، إلا أن ما أنجزه أعتقد أنه كثير فيما يخص القضية الفلسطينية ودعم المقاومة الفلسطينية ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني. ومن نهاية الإنسان بأفعاله وليس فقط بأقواله، والإنسان عندما يغادر هذه الدنيا لا يحمل معه إلا فقط أفعاله. وأعتقد إن شاء الله أنه على مستوى القضية الفلسطينية يعني نعتقد أنه قام بما يستطيع القيام به، بما تستطيع به القيام به الجمهورية الإسلامية والرئيس الإيراني ورأس الدبلوماسية السيد حسين أمير عبد اللهيان فيما يخص ما يجري في القطاع. بلا شك هناك حالة حزن وحالة يعني ضيق، لكن آخر شيء في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولا نقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله ورحم الله الشهداء. نعم. طيب أستاذ أحمد الصباهي، رحم الله الشهداء ورحم الله الشهداء الذين صنعوا المجد وغيروا وجه التاريخ في جنوب لبنان، ونحن اليوم نعيش ذكرى عيد المقاومة التحرير. لما نتحدث عن هذا التاريخ أستاذ أحمد، 25 أيار وكيف انقلبت المعادلة وكيف أحجار الدومينو بدأت يعني تنزلق بالفعل، كيف كان التحرير ثم جاءت انتفاضة الأقصى ثم تحرير غزة ثم الاقتدار يعني الكبير والمتسارع للمقاومة الفلسطينية، مقاومة تلهم أخرى وتحرير يتبعه تحرير ويعني تعاظم في حالة المقاومة ضد الكيان
المؤقت. أيضا نريد منك كلمة بهذا الخصوص. تفضل. قبل أن أجيب عن هذا السؤال اسمح لي أن أقول أنه ما قامت به إيران مؤخرا لجهة طبعا يعني وفود التعزية التي جاءت إلى طهران والتكهنات الكثيرة التي قيلت عن تغير وجهة نظر طهران تجاه حلفائها والتكهنات الكثيرة التي جرى الحديث عنها حول السياسة، كان لقاء مهما الذي جمع قادة المقاومة الفلسطينية مع القيادة الإيرانية لتبث رسالة إلى الأصدقاء وإلى الأعداء أن إيران ما زالت ثابتة على مواقفها وأنها لم ولن تغير نهجها تجاه دعم الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني. وهذه الجموع الهادرة، وأنا كنت أستمع إليك قبل قليل أن 25 مليون من الشعب الإيراني شارك في هذه الجنازة، قلت أنه استفتاء، نعم وهو استفتاء أيضا للمرحلة المقبلة للرئيس الإيراني المقبل الذي إن شاء الله سيكون خير خلف لخير سلف إن شاء الله. بالنسبة إلى سؤالك حول موضوع جنوب لبنان، بالتأكيد نحن نعيش الآن ذكرى التحرير عام 2000، طبعا هي ذكرى عظيمة لنا كفلسطينيين ولبنانيين وعرب، الانتصار العظيم الذي قامت به المقاومة الإسلامية بتضحيات كبيرة وعظيمة. نستذكر هذه الذكرى في هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ولكن فيها معاني البطولة والعزة والفداء والكرامة والتي سجلت في التاريخ أيضا لتعطينا معاني دفع جديدة أن هذا العدو يمكن أن يهزم. بالتأكيد المعركة بين جنوب لبنان وبين المقاومة في قطاع غزة مختلفة، هناك فارق كبير، ولكن ما تقوم به المقاومة الإسلامية ربطا بالحاضر والمستقبل بالماضي هو نهج مستمر ومتكامل ومستمر. المقاومة الآن تتعرض لضغوط كثيرة دولية وسياسية وضغوط على لبنان، ولكن كما أشار السيد حسن نصر الله أن المقاومة مستمرة في قتالها ومواجهتها للعدو الإسرائيلي. نود أن نذكر أنه انسحاب الاحتلال الإسرائيلي عام 2000 كان إحدى العناصر المهمة في اندلاع انتفاضة الأقصى في فلسطين. طبعا كان هناك عوامل كثيرة التي أدت إلى اندلاع انتفاضة الأقصى، ولكن طبعا انسحاب الجيش الإسرائيلي من غير شرط ومن غير قيود على المقاومة وعلى لبنان أعطى باعتقادي دافعا قويا للشعب الفلسطيني لكي تندلع هذه الانتفاضة. كل الشعوب العربية والإسلامية نظرت إلى هذا الانتصار بالتقدير والإعجاب، وأعتقد أنه ما جرى بعد العام 2000 وصولا إلى الآن لم تغير المقاومة نهجها، ما زالت ثابتة على نهجها في مواجهة العدو الإسرائيلي. ما تقوم به المقاومة في جنوب لبنان مهم كثيرا، هي جبهة إسناد حقيقية. في البداية للأسف الشديد تم الاستهزاء بها وتم التقليل من حجم الإنجازات، ولكن عندما نستمع إلى ما يقوله الاحتلال وما يتحدث به الاحتلال الإسرائيلي وما يعانيه المستوطنون في شمال فلسطين المحتلة، وهم الذين سيعلنون بعد قليل دولة الجليل، خيم الجليل، باعتبار أن حكومة الاحتلال تخلت عنهم، نتحدث عن 60,000 مستوطن غادر تلك المستوطنات شمال فلسطين المحتلة عند الحدود مع لبنان، نتحدث عن إنجاز كبير وضخم. التحية للمقاومة الإسلامية في لبنان في عيد التحرير، طبعا هذا عيد ليس فقط للمقاومة وليس فقط للبنانيين، إنما هو عيد لكل عربي حر في العالم يحتفي بهذه المناسبة في الانتصار على عدو مجرم قاتل مدعوم بشكل أعمى من الغرب كما نشاهد الآن في قطاع غزة. كل تحية للمقاومة إنما كانت سواء في فلسطين أو في لبنان، تحية للشعب الفلسطيني، تحينا لأهلنا في الجنوب الصامد الذين أيضا يقدمون الدماء ويقدمون من أموالهم ومن بيوتهم، وهم أيضا غادروا هذه المنازل على الحدود، ولكن طبعا غادر جزء ولكن في جزء كبير موجود، تحية لهم ولتضحياتهم، وهذا أمر طبعا لن ينساه الشعب الفلسطيني على الإطلاق. شكرا لك أيضا، شكر موصول لك أخي العزيز الأستاذ أحمد الصباهي الإعلامي والكاتب والمثقف الفلسطيني الذي نعتز به، شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لكم، حياك الله. مشاهدين الكرام، يعني بالفعل 24 عاما على تحرير جنوب لبنان، قوة المقاومة التي تكبر الحمد لله وتواجه، فإذا كبرت المقاومة في لبنان ضد الصهاينة فهي تكبر في فلسطين، وإذا كبر الاقتدار في ساحات الإسناد في اليمن في العراق في إيران في سوريا في أي مكان وأخيرا في تركيا. طبعا نحن لا نتحدث عن نظم رسمية بقدر أو أنظمة رسمية، لكن نتحدث عن إرادة الشعوب. وشهدنا طبعا
أول أمس أو ربما أمس كيف دخل مواطن تركي أبي غيور إلى أحد المطاعم السياحية الكبيرة في إسطنبول وأبت غيرته أن يرى هؤلاء القتلة الصهاينة سارقي الأرض يأتون يسرحون ويمرحون في أرض إسلامية ويجلسون مسترخين في مطعم وسط تركيا يأكلون ويشربون نخب دماء أطفالنا في غزة، فما كان منه إلا أن يشهر بندقيته ويفرغ خزان رصاصه في رؤوسهم النتنة ليقتل منهم على الأقل 3 ويجرح آخرين. عندنا تبرع كريم من فاعلي خير من الخليج دول الخليج بقيمة 4,000 دولار عن روح الشهيد السيد رئيسي ورفاقه لمضيف السيد هاشم. نحن نؤكد أن مضيف السيد هاشم المعني بإسناد أهلنا في غزة بالمساعدات المالية والعينية والمشاريع المختلفة ما زال مستمرا الحمد لله ببركة جهودكم وعطائكم، ونشكر هذا أو الإخوة المتبرعين الذين دائما يحجمون عن الإشارة إلى أسمائه. ونذهب الآن لنشاهد هذه الحالة الإنسانية، تقرير عده لنا زميلنا العزيز ضمن فريق مضيف السيد هاشم الأخ إبراهيم أبو مرس. ليست الطبيبة إسراء وحدها من فقدت عائلتها، وكثير منهم مسحوا من السجل المدني. السلام عليكم، أنا دكتورة إسراء النقيب، عمري 25 سنة، أنا ناجية من تحت لوكام بتاريخ 11/10/2023 من بداية الحرب، يعني تقريباً في ثالث يوم بالحرب استهدف اليهود أو الاحتلال الإسرائيلي عمارتنا السكنية. إحنا ناس مدنيين تماماً، استشهد من عنا 20 شهيد من ضمنهم إمي وأبوي وأخوي الكبير وكثير من وكل عائلة عمي. أصلاً إحنا هنا ما إلنا عائلة تقريباً، إحنا من الليد أصلاً من داخل المحتل الموجودين بس عائلة أبوي وعائلة عمي، والمعظم استشهد. ضليت أنا وإخوتي الأصغر مني، وأنا هلقيت أخوي برعاية إخوتي بعد 7 شهور من إصابتي. تعرضت لإصابة كثير كبيرة، كسور معظم عظام إيدي من أول عظمة من عظمة الكتف لأصغر عظمة في إيدي، ركبت بالأول جبس بعدها بلاتين وانحرق وجهي وتمي، والحمد لله بعد 7 شهور من العلاج والعلاج الطبيعي قدرت أرجع أمارس مهنتي في مستشفى شهداء الأقصى كطبيبة أطفال متطوعة في مستشفى شهداء الأقصى. ختاماً لبرنامج سنصلي في القدس مع الزميل عبد الرحمن أبو سنينة عبر قناة أصيل الفضائية، رصدنا لكم تلك الحالات الإنسانية والمؤثرة في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة. إبراهيم أبو مرسى، قناة أصيل الفضائية. رأيتم هذا الشعب، هذه الطبيبة يستشهد أهلها وتنجو هي بأعجوبة من تحت الأنقاض، ويتعرض جسدها للكسور والحروق 7 أشهر وهي تتعالج وفي الفراش، وفي اليوم التالي من قدرتها على الحركة أبت إلا أن تكون في قسم الطوارئ الأطفال في مستشفى شهداء الأقصى. هؤلاء هم أبناؤنا وبناتنا في غزة، هذا هو شعب فلسطين اليوم الذي يسجل أروع نماذج الاقتدار والعزة والروحية، يعض على الجرح ويمضي، يحمل في يده دمه ويمضي ويقاتل باللحم الحي حتى آخر النفس. والله قبل أيام يعني هالني مشهد المقاتل من سراية القدس مبتور الأطراف الرجل واليد، مع ذلك يلقي بقنابل الهون بيد واحدة، يتكئ على بعض أكياس الخيش ومواد أخرى ويطلق بيد مقاومة حتى النفس الأخير. جيل يذكرك بالحسين بن علي والعباس بن علي وجعفر الطيار وعبد الله بن رواحة وأبو دجان الأنصاري، هذه هي الولادة الجديدة
لهذا الجيل الفلسطيني. الأخ إسماعيل أحمد من الكويت يقول: إذا هذه الأخت تحتاج علاج إضافي أنا مستعد للتكفل بذلك، جزاك الله خيرا. ولم يحدد رقم، ضمن طبعا إشراف مضيف السيد هاشم. طيب، عندنا أيضا مشاركة مصورة من رجل مبارك، رجل دين مسيحي قبطي مصري، الأب دوماديوس. طبعا نحن في هذه الحلقة نذكر دائما أن موضوعنا هو فقيد فلسطين، سماحة السيد الراحل آية الله إبراهيم رئيسي، لنستمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأخواتي في إيران الغالية. يؤسفني أننا نستيقظ على هذا الخبر الحزين اللي أدمى قلوبنا وأحزننا وأوجعنا جدا، وهو وفاة السيد فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس السلام، رئيس الحب، الذي لم تحدث في أيام رئاسته أي حروب، ويكفيه فخرا أن يقف أمام الله أنه بيعمل سد للخير، رغم أن يمكن في مناوشات بين أذربيجان وبين إيران، ولكن آخر حاجة عملها سد للسلام ويدي مية حتى لأعدائه. قد إيه الصورة دي ماثلة أمامي، وكم أحوج العالم بهؤلاء المنفتحين فكريا، وهؤلاء الناس اللي ليهم روح طيبة، كان بيبذل مجهود رائع جدا في القضية الفلسطينية، ولم يتأخر عن أنه يعمل سلام مع كتير جدا من دول العالم. احنا بنعزي كل الشعب الإيراني الصديق، وبنزف هذه الروح الطاهرة مع أرواح الشهداء، ونتمنى أن ده يكون حادث عرضي، ما يكونش ليه أي تخطيط أو أي روح إرهاب، ويتقبل الله نفوس إخواتنا الذين انتقلوا معه، وزير الخارجية والطقم المرافق لفخامة الرئيس، يتغمدهم الله بمرحمه ورضوانه في الجنات العليا، ويعطي الشعب الإيراني عوض خلف لخير سلف، ليعطيهم رئيس جديد بنفس الفكر ونفس المنهج، عشان تستمر إيران حرة مستقلة داعمة لكل المستضعفين، حامية للحريات، ومنفتحة على العلم، ومقدمة كل دعم لكل إنسان في كل مكان في العالم. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم، ربنا يعزي الجميع، ربنا يكون معكم. أشكرك أبونا الحبيب على هذه الكلمات الطيبة النابعة من القلب، وأنت رجل مثال الحمد لله للإنسانية والإخاء الإنساني. عندنا أيضا تبرع من الأخ جمال البديري من العراق، $1,000 عن روح الشهيد رئيسي وأبناء الشهيد إسماعيل هنية كما يقول. طيب، وصلت التبرعات إلى 282,000 دولار بحمد لله منذ أن أطلق هذا المضيف. إذا بنضيف لهم اليوم 4,000 بصير هيك 7، يعني 287,000. الحمد لله، شكرا لكم ولكرمكم أيها المشاهدون الكرام. طيب، في عندنا أيضا مشاركة مصورة من جنى علي، وهي شاعرة واعدة من قطاع غزة، من مستمعينا أو مشاهدينا الدائمين، أرسلت لنا هذه المشاركة ضمن مسابقة المشاركات المصورة. صحيح ونصحى، لازم تفهم، أريدي أقدم من دولتكم، شعبي أقدم من وجودكم، تاريخ وجودي هو بيكشف عن عورتكم، هو الشاهد، هو الثابت، هو القاعد فوق قلوبكم. انتو الزمن الطارئ، انتو الزمن الطارئ، واحنا الشوكة في زمنكم، رح قاومكم لو بغني بلحن الوطني، رح قاومكم رغم الموت وبح الصوت، لسه صامد
صمودي يعني الكسرة إلكم، بسلاحي بقاوم، بقلمي بقاوم، وبأشعاري رح أهزمكم. هذا حقي مش رح أنساه، رح يجي اليوم وتبدأ جولة نهايتكم، وأقاومكم، أعلم ابني كافي واصل، مهما كبرنا نضل نقاوم، لو بستشهد بربط خصري بالقنابل. أوعى تفكر هم سيطر على أحلامكم وطهر الأرض من دنسكم. خلف الساحة الكل لا يناضل، جوا الساحة الكل لا يقاتل، في المحافل طلقة بكلمة بالقنابل بنزعزعكم. صهيون ارحل يلا استعجل، هذا وطننا نسقي بالدم، ما بنهتم مهما كان كبير الهام، رح نلتام نزرع بدرة تنبت دولة غصب عنكم. شعبي أقوى من خططكم، شعبي أقوى من خططكم. كانت معكم الشاعرة جنى صلاح علي، وحب أوجه الرسالة هاي لعالم عبر برنامج سنصلي في القدس، وشكرا لجبهات المساندة في لبنان واليمن. وشكرا لك يا جنى على وعيك وعلى متابعتك الدائمة رغم كل ما حصل في أسرتكم، إن شاء الله ربنا يعوضكم خيرا بإذن الله. أيضا عندنا تبرع $1,000 من لبنان عن شهداء تحرير لبنان، جزاكم الله خير. عندنا الآن تقرير أعده لنا زميلنا العزيز يوسف فارس. طبعا من زوايا كثيرة تتأكد دائما أن هذا الشعب خلاق، هذا الشعب يعني كما يقال يمكنه في أحلك الظروف أن يعوض ويستعيد ويجبر. انظروا كيف حولوا الخيم إلى نقاط للعلم في غزة هاشم، لنشاهد هذا التقرير الذي أعده لنا زميلنا مراسل أصيل في غزة يوسف فارس. نحن هنا في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وتحديدا في المناطق الشمالية الغربية من القطاع. قبل أيام شن جيش الاحتلال هجمة بربرية على مخيم جباليا، هجر الآلاف من النازحين، لكن ونحن نمشي في هذا الطريق في هذا المكان عثرنا على هذه الخيمة، حيث يبحث النازحون من شمال القطاع عن شيء آخر يحيا به الإنسان غير الخبز. تعالوا معنا. أنا الدكتور حسن أبو توغا، مدير مؤسسة بلا حدود للتدريب والتطوير واللغات. والله إحنا منشغلين هنا، انطلقنا خيمة تعليمية وهي بعنوان خيمة بلا حدود للصحوة التعليمية. هدف هذه الخيمة إنشاء جيل قائد وجيل صانع للحياة من أول وجديد. الفئة العمرية لهذه الخيمة من سن 4 سنوات لسن 13 سنة. نقدم لهم التعليم في التركيز على 3 مواد أساسية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية والرياضيات، بالإضافة لأنشطة بالدعم النفسي. طبعا في داخل هذه الخيمة يوجد مرشد للدعم النفسي للأطفال. طبعا أنت تعرف أن الحرب في بعض الأطفال فقد عائلته بالكامل، في بعض الأطفال فقد والدته، في بعض الأطفال فقد والده. نقدم لهم لعل البسيط من الحنان الذي يفتقدوه أو الحضن الأسري. الدعم النفسي موجود حتى أثناء التدريس، يعني نحاول تبديل الأدوار من ضحية إلى قائد إلى بطل، فهذا ما نعززه خلال اليوم الدراسي. ولكن الفكرة هذه أنشأناها بشكل مجاني 100%. فالآن المعوقات اللي احنا اللي بتواجهنا انه بدنا قرطاسية للأطفال، بدنا ألعاب ترفيهية للأطفال، وبدنا بعض أو جزء من رواتب للمدرسين المنشئين على هذه الخيمة. اليهود هم بدهم إيانا نتعلم، وإحنا بدنا نصير يعني نبني مستقبلنا، هم اليهود بدهم إيانا نصير جهلة وبقصفوا المدارس عشان ما نتعلمش. هم اليهود حاولوا إنه ما يدرسوناش، بس إحنا بنغصب عنهم رح ندرس ونتعلم ورح نقهرهم. إنه مهما ما الاحتلال الصهيوني يهدم
التعليم، يهدم المدارس، يهدم الجامعات، إلا أننا صامدون وسوف نخرج جيل قادر على إدارة قطاع غزة أو إدارة فلسطين، وسنصلي في القدس إن شاء الله تعالى. وإحنا برضه رح نكسر يعني اللي بدهم إياه، ورح نرجع نتعلم. هينا عملنا خيمة عشان نتعلم. نحن سنصلي في القدس، هذا أمل ويقين بالله عز وجل، وبهذه الإرادة وبهذه الحناجر وبهذه السواعد، المدرسون الذين يعملون بالمجان، والطلاب الذين يغادرون مراكز لتلقي العلم هنا، هم يحملون في داخلهم الأمل. تريد رهف أن تصبح معلمة أو طبيبة يا رهف؟ طبيبة. ويريد مجد أن يصبح مهندسا أو طيارا. هذا هو الأمل، وهذه هي الإرادة، وهذا هو قطاع غزة الذي لا ينكسر ولا يموت. سنصلي في القدس إن شاء الله. لقناة أصيل فضائية، يوسف فارس من شارع الجلاء غرب مدينة غزة. سويا نصلي إن شاء الله معك يا يوسف، ومع كل هؤلاء الأقمار الذين صورت معهم هذا التقرير. رسائل كثيرة تصلنا حول استشهاد السيد رئيسي، وأيضا حول وفاة والدة سماحة السيد حسن نصر الله. جزاكم الله خير مشاهدينا على هذه المشاعر، ولضيق الوقت نعتذر عن بثها حاليا. طيب، في عنا مشاركات حول استشهاد السيد رئيسي أيضا من مواطنين فلسطينيين. معنا مازن البلبيسي وهو صحفي ومنتج، وعنا محمود الزق وهو عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، وعنا مطر الزق وهو أيضا صحفي من شخصيات قطاع غزة. خلينا نشوفهم متتاليات أخونا المخرج إذا سمحتم. يعني إحنا كشعب فلسطيني نتقدم بأحر التعازي للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث الطائرة الأليم. إيران كانت ولازالت داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني ولتعزيز صموده بوجه إرهاب والاحتلال الإسرائيلي. إيران هي من الشعوب والقيادات الوحيدة في العالم التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني بنضاله بوجه هذا الاحتلال الذي يسرق الأرض ويمارس انتهاكاته الجسيمة والكبيرة، عمليات القتل والتدمير ضد أهالي قطاع غزة وأيضا سكان الضفة الغربية، وأيضا انتهاكاته ضد القدس. إيران دائما داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني لمواجهة مخططات وإرهاب الاحتلال. تأثرنا جدا كشعب فلسطيني بهذا الحادث المشؤوم، الحادث الأسود الذي فقدت فيه إيران خيرة قياديه من رئيس الدولة إلى قادة آخرون. نقدم التعازي للشعب الإيراني والحكومة الإيرانية. شكرا لكم على هذه المشاركات، الله يعطيكم العافية. أيضا في عنا مشاركة أخيرة من مطر الزق، أتوقع لنشاهدها. تابعنا يعني خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في إيران ببالغ الأسى والحزن والألم لفقدان هذا الرجل الوطني الكبير. بالتأكيد يعني وفاته يعني خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية. هو كان من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، كان يدعم القضية الفلسطينية بكل ما يستطيع من مال وسلاح ودعم لوجستي ومعنوي لهذه القضية، من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى ومن أجل التصدي للاحتلال الإسرائيلي وغطرسته في كل مكان. نقدم التعازي لأهلنا وأبناء أمتنا في الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للجميع على هذه المشاركات، خاصة من فلسطين الحبيبة. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا نقول أن غزة بعد طوفان الأقصى هي غزة الفاضحة الكاشفة للمتصهينين، للا إنسانيين، للذين فقدوا مشاعرهم الإنسانية، وهي أيضا كاشفة عن العظماء، عن النبلاء، عن الثابتين على الحق وقابضين على جمر
الحق عقب جنازة السيد رئيسي رحمة الله تعالى عليه. شاهدنا قمة محور الشرف عندما التقى قادة المقاومة الفلسطينية والعراقية واللبنانية واليمنية وآخرون من قيادات المقاومة في منطقتنا مع قائد الحرس الثوري الإسلامي. كان والله مشهدا يرفع الرأس عاليا ويمنحك الأمل الكبير. هذه كانت القمة العظيمة. في المقابل قبلها بساعات كانت قمة المنامة والتي تقول لك أنها اسم على مسمى المنامة، لأن من فيها نائمون حد الثمالة ومنبطحون للأسف حد الدياثة. نحن اليوم أمام هذين الفسطاطين، فسطاط الحق وفسطاط الباطل، ولا فسطاط بينهما. نلقاكم في الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله.